عقدت وزارة النقل ورشة عمل خاصة بالأضرار والخسائر بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها جراء استمرار قصف طيران العدوان. استمرار فرض الحصار على مطار صنعاء الدولي اختراق لمبدأ السيادة ولكل المواثيق الدولية، هذا ما ركزت عليه ورشة العمل التي نظمتها وزارة النقل في شأن الأضرار والخسائر بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها جراء استمرار قصف طيران العدوان، وطالبين المجتمع الدولي بسرعة فك الحصار على مطار صنعاء الدولي بشكل كامل. فتح المنافذ الآن بما فيها مطار صنعاء الدولي فتح جزئي كان لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. طبعا الرحلات التي وصلت هي كانت عبارة عن رحلات لنقل الموظفين، بينما المساعدات لم تصل أي مساعدات تذكر حتى الآن. طبعا فتح المطارات بشكل جزئي لا يعني أن الحصار رفع عن مطار صنعاء الدولي، فالحصار قائم ما دامت الرحلات التجارية، ما دامت الرحلات شركات الخطوط الجوية اليمنية غير قادرة على الهبوط في مطار صنعاء الدولي. الورشة تناولت عددا من أوراق العمل في مجالات النقل المختلفة التي تضررت منشآتها الحيوية جراء العدوان وتوضيحها للعالم الذي ظل صامتا تجاه ما يتعرض له اليمن. مطار صنعاء إلى اليوم توجد هناك أكثر من 15,000 حالة وفاة يعني جراء إغلاق المطار في وجه المرضى، وهناك أكثر من 95,000 مريض اليوم بحاجة إلى سفر نفس المصير إن لم يقوم المجتمع الدولي بدوره المناط به في الضغط على دول العدوان بفتح المطارات لهؤلاء المرضى. و فيما يخص ميناء الحديدة هناك أكثر من 7 مليون جائع بحسب تقارير الأمم المتحدة، يقولون أنهم لا يأكلون سوى وجبة واحدة في اليوم. إلى متى سينتظر العالم؟ إلى متى سينتظر المجتمع الدولي؟ إلى متى سيتحرك بعد هذه الأرقام المخيفة وهذه الأرقام التي لم تحصل وأن حدثت في تاريخ أي حرب في العالم؟ الورشة على مدى 4 أيام ستركز على عرض الأضرار وفضح جرائم العدوان في اليمن وكشف الادعاءات والأكاذيب والافتراءات التي يمارسها العدوان السعودي في تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي. القيس أحمد، اليمن اليوم. كرمت وزارة الثقافة